انت عمري وهنا هادي هادو في الدين ومقصد عليا العساس دارو وانت هادي دابا حتى عبد المحمود بالنسبه لي هذاك حتى هو داكشي اللي مصلي عليه فهمتيني نسولك تماما يكونوا مبيوعين هذا. السلام عليكم، كما كتشوفوا حنا دابا في واحد المحل هنا تقريب بسوق الويزيه، محل بيع الاغنام. حنا كنجيو نشوفوا كنتفقدوا نتفقدوا الحواله ونشوفوهم مرة الاولى، نشوفوا الاثمنه ونشوفوا الجوده ديالهم كثيره وكيفاش دايرين، والسمان ولا عارف تبارك الله هادو كديرين غيكونوا مبيوعين هادو ماشي كلشي. يلا نزيد نشوف القدام شوفوا هذيك تبارك الله تبارك الله هذو كبار السلام عليكم هاد مبيوعين هاجي لابس حمار تبارك الله هذا تهوز زوينين شي كديرين مزه واقيلا كلهم زوينين كيما تبارك الله حوال سنان ما عصفينا هو كيف هاو اجا كمان تشوف حولي اجا انا بزيدة ومصطفى مبيوعين هادو اخويا مبيوعين سالينا هادو شحال عندو تقريبا هنا منطقه كاين منين السلام عليكم اخوتي كديري لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما شفتوا اليوم جينا بالصباح هذا كري هنايا بواحد المحل بيع الاغنام هنا بالقرب من سوق الويزيه باش نتفقدوا هاد الاغنام ونعرفوا الاثمنه ديالهم ومن اين منطقه كاين نحاضروا المهم انتم معنا في الفيديو تعرفوا الاثمنه نوريكم بعد القطع اللي كاين هنايا زوينين
اصبر. كاينين هادو وكاينين هادوك، هادوك كبار على هادو. زوين هادو الصغار هادو تاهما زوينين، هادو مخيرين شي كلهم كلهم زوينين. هذاك اللي واقف ليه شغل هذاك اللي واقف شحال داير هذا كامل ما شوف الثمن ديال هذاك راه راهو مولا سيدي هذا خليه فيه 20 ومايلا الحمد لله ميستري. كتشوفوا بالنسبه للقطع اللي في الجهه اليمنى اللي كتراوح الثمن ديال 1800 درهم حتى 2400 درهم. محمد الثمن ديال هذاك اللي جالس لي شنو راه هو اللي جالس هذاك اللي من هي 40 قال لك 40 فرتنا تحليل بالك هذا هو 33 اما القطع اللي في الجهه اليسرى اللي صراحه تبارك الله تاهما ثمن اللي كيتراوح الثمن ديالو ما بين 2500 درهم حتى 3000 درهم. صراحه الثمن مناسب للشراء صراحه، وكيبانوا تبارك الله لهاد الحواله اسمان تبارك الله صراحه ثمن مناسب للجميع. هانتي المهم هانتي ما خلي هذاك الكيمع معك خلي هذاك الكيمع ها هذاك اللي عندك خلي اللي عندك هذا ايه. صافي ها ايه. ما عرفتش شحال خلى هذا هذا غتزيدني 2000 ولا داكشي اللي فاهمين غتزيديني 2000 ولا داكشي اللي فاهمين يطلع لي من الطريق هذا راه كنبغي ندوك ونخاف من البوردو في يدك ما فيهش ما صافي دابا هذا صافي المهم عمر لك عينك زكات عينك صافي صافي عاد خاطر ثلاث السلام عليكم. ما شحال كيقول السلام؟ تعال كامل. ما شحال كيقول؟ ما شحال كيقول؟ سلام جدير لاباس عليك بخير الله يبارك فيك بخير. يلا يلا نمشي شي بوجه اخر.